يقول جئت من دولة مجاورة بنية العمرة واحرمت بها، وعندما وصلت السكن في الفندق فكيت الاحرام ولبست لباس العادي قبل الطواف والسعي، فرآني احد الاشخاص فقال لي لا يجوز لك ان تفك الاحرام، فهل علي شيء؟ نعم، هو صحيح انت اخطأت في هذا وفعلت محظور من محظورات الاحرام، ولكن اذا كنت جاهلا الجاهل يعذر، ولكن عليك بعد ما علمت انه لا يجوز لك لبس المخيط ان تنزعه في الحال وتعيد ملابس الاحرام وتؤدي العمره. اما ان استمريت بالمخيط بعد ما علمت انه لا يجوز لك وانت محرم يكون عليك فديه، اما ان تطعم 6 مساكين في الحرم، واما ان تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء، واما ان تصوم 3 أيام. هذا اذا تركته بعد ما علمت انه ما يجوز. اما اذا كنت بادرت وازلته وعدت ملابس الاحرام عليك ليس عليك شيء. نعم.